نهنئ قسمنا كذلك بهذه الزيارة الكريمة للقسم. وسأبدأ هذا اللقاء بتعريف موجز بسعادة الدكتور شكري، وهو غني عن التعريف، ولكن جرت العادة أن يعرف للضيف. ودكتور شكري كثير منكم يعرفه ويعرف جهوده، وهو حاصل على جوائز كثيرة، ومنها الجائزة العالمية للرواية في عام 2015، وفي هذا العام جائزة الملك فيصل العالمية. الدكتور شكري حاصل على درجة دكتوراه الدولة في الآداب من كلية الآداب بمنوبة، ورئيس جامعة منوبة، وشغل سابقا عمادة كلية الآداب والفنون والإنسانيات في الجامعة نفسها، وهو عضو هيئات تحرير مجلة إبلة ومجلة رومانو أرابيكا. حصل كذلك على الجائزة العالمية للرواية العربية كما أشرت في عام 2015 عن روايته الطلياني، و شغل عددا من الوظائف الأكاديمية إضافة إلى جهوده العلمية والأدبية، وهو مؤسس مجلة الفكر الجديد. والنقد والدراسات قائمة طويلة في هذا المجال، يعني يطول الوقت لو أردنا أن نعرض هذه الجهود المتعلقة بالنقد والدراسات، ولكنني سأقتصر على الروايات لأنها تتعلق بالجائزة التي حصل عليها في البوكر، وكذلك فيما يتعلق بمجال السيرة الذاتية، وهي قريبة من مجال السرد الروائي. فطلياني نشرت كما هي المعلومات التي معي، ويمكن أن يصحح ما قد يقع فيه التعريف من أخطاء. في عام 2014 السيدة الرئيسة مجموعة قصصية وباغندا رواية، ودراسات أيضا في الحقل نفسه، وكتب كذلك في ما يتعلق بعلم الجمال والسرد والسيرة الذاتية والرواية. الجوائز التي حصل عليها بالإضافة إلى جائزة الملك فيصل، جائزة وزارة الثقافة التونسية في البحوث عن كتاب جمالية الألفة النص ومتقبله في التراث النقدي، جائزة خادم الحرمين الشريفين للترجمة، الجائزة التكريمية عن كتاب القاموس الموسوعي للتداولية، والجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة بالبوكر، وجائزة الإبداع بمعرض الكتاب بتونس عن رواية الطلياني، وتوج ذلك بجائزة الملك فيصل في فرع اللغة العربية والأدب في موضوع الدراسات التي تناولت السيرة الذاتية في الأدب العربي. هذا تعريف موجز بسعادة الأستاذ الدكتور شكري. وللقسم النسائي كذلك كلمة ترحيبية للضيف الكريم، تتفضل الدكتورة أمل التميمي بإلقاء ما لديها حول هذا الموضوع. دكتورة أمل. أيوة يا دكتور. تفضلي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم. صاحب السعادة الدكتور شكري مبخوت، ضيفنا الكريم والله، أصحاب السعادة وصاحبات السعادة من القسم النسائي، أيها الأخوة والأخوات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بهذه الندوة التي تقيمها الندوة العلمية بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الملك سعود بالتعاون مع جائزة الملك فيصل، وباسمي
وباسم منسوبي قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الملك سعود نبارك للدكتور شكري المبخوت حصوله على جائزة الملك فيصل العالمية، ونسأل الله عز وجل أن يبارك له في علمه، ونشكره على حضوره بيننا الذي نعتز به اليوم. ويشرفني في بداية هذا اللقاء أن أنقل تحيات جميع زميلاتي هنا لسعادة الدكتور شكري المبخوت، ومباركتهن أيضا ودعواتهن له بالتوفيق في مساعيه بإذن الله تعالى إلى الخير الذي تخدمون به الإنسانية يا صاحب السعادة. نتمنى لسعادتك إقامة سعيدة في بلدك الثاني الذي يسعد بوجودك هنا، وباسمي وباسم الوطن الغالي وباسم جائزة الملك فيصل رحمه الله نعتز في حصول سعادتك على الجائزة في عامه 40 لمكانتك العلمية والفكرية والحضارية في العالم. أيها الحضور الذي يسخر اليوم بقسم اللغة العربية ترحيبا بالدكتور شكري المبخوت، أنقل مكبر الصوت الآن إلى سعادة الدكتور عبدالله الفيفي وهو عضو مجلس الشورى السابق، يتفضل مشكورا للدكتور شكري المبخوت يتحدث عن ما هو أتى ليتحدث عنه، فتفضل يا دكتور. شكرا دكتورة أمل، وقبل أن أنقل الكلمة إلى سعادة الأستاذ الدكتور شكري أود أيضا أن أشير إلى ندوة علمية ستعقد للأستاذ الدكتور عبد القادر الفاسي في مبنى وزارة التعليم العالي في الساعة 6:30 مساء من الغد، أليس كذلك؟ الغد، وبعنوان أي نوعات للغة العربية وأي تخطيط للمعيار والتنوع. فهذه دعوة وصلت إلي وأحببت أن أقدمها للمهتمين بهذا المجال. والآن أنقل الكلمة لسعادة الأستاذ الدكتور شكري. سيدي رئيس الجلسة، زميلتي الفضليات، زملائي الأفاضل، سعدني أن أعود إلى هذه القاعة لكي أتحدث إليكم عن بعض الاهتمامات المتصلة في قضايا السيرة الذاتية إبداعا ونقدا. فالدراسات الأولى حول السيرة الذاتية النقد العربي مر عليها الآن حوالي 50 عام نصف قرن، وهو ما يدفعنا إلى وقفة التأمل، كما يقال تستعيد الحاصلة وتستشرف الآفاق. وما سأقدمه إنما هو خواطر لا تدعي الإحاطة والشمول ولا ترمي إليهما، وإنما وددت أن أقدم مجموعة من الخواطر إليكم حتى نيسر النقاش. ما يلاحظ أو أول ما يلاحظ أن ما كتب عن السيرة الذاتية في نقدنا المعاصر ظل لأمد طويل خاضعاً إلى الانطباع والوصف التقريبي، لسبب بسيط هو غياب الإطار النظري الذي يمكن من ضبط المفاهيم ورسم الحدود ووضع الغايات من البحث في هذا الجنس من الأقاويل. ونلمس هذا في بعض الكتيبات التي وضعها أصحابها على سبيل المدخل، مثل شوقي ضيف وأحسن عباس في أواسط الخمسينات، أو على سبيل التعمق الأكاديمي مثل أطروحة عبد الدايم سنة 75-1900، بل إن بعض الكتب المترجمة عن المدرسة النقدية الأنجلوساكسونية لم تكن تعبر في واقع الأمر إلا عن نظرات شخصية إلى الطرائق ممارسة هذا الضرب من الكتابة. وأهم ما فيها هو الكشف عن مظاهر من السيرة الذاتية وجانب من ذوق أصحابها في مقاربة النصوصية. لكن المنعطف الأساسي في تقديرنا ارتبط بالخروج عن المرجعية الأنجلوساكسونية بعد أن اطلع بعض نقاد المدرسة المغاربية في النقد على كتابات الفرنسي فيليب لوجون في الثمانينات من القرن المنقضي. وعلينا أن نسجل هنا أن فيليب لوجون
بدأ أعماله عن السيرة الذاتية في أوائل السبعينات من القرن الماضي، مركزاً على تحديد مدونة المؤلفات السيرة الذاتية في فرنسا، عسى أن يبرز مقومات هذا الجنس إن وجدت، وأن يضبط لها تعريفاً أو بهذا الجنس تعريفاً. ولكن أكثر كتبه التي أثرت في النقاد المغاربة هو كتاب الميثاق السيرة الذاتي الصادر سنة 75 و900 وألف، والذي ترجم جزئياً سنة 92 و900 وألف. فالملاحظ أن فصلين فقط من كتاب فيليب لوجون لقيا عناية من الباحث المغربي عمر حلي فترجمهما إلى العربية، صدر ترجمة عن من الثقافي العربي. وفي هذين الفصلين ما يكشف عن اهتمامات النقاد العرب في تلك الفترة، إذ ركز فيهما فيليب لوجون بالخصوص على حد السيرة الذاتية وقضايا الاصطلاح ومدى تطابق الأعوان السردي واقتضاء هذا الجنس للعقد السيرة الذاتي وخصائص الأسلوب فيه والإيديولوجيا التي يتضمنها. بيد أننا نلاحظ كذلك أن الأفكار الواردة في كتاب لوجون وظفت قبل الترجمة، قبل ترجمة هذين الفصلين، في بعض المقالات، منها مقال زميلنا الأستاذ محمد القاضي عن طه حسين، والكتب القليلة مثل الكتاب الذي وضعه عن طه حسين سيرة الغائب سيرة الآتي. وأرادت هذه البحوث القليلة أن تعالج نصوصا من السيرة الذاتية العربية داخل إطار نظري واضح. وليس ما بالصدفة أن يكون كتاب الأيام لطه حسين مدونة مميزة لجل هذه الكتابات التي اعتمدت الحد الذي وضعه فيليب لوجون. فبعد أن لاحظ بعض النقاد أن الشكل الأدبي للأيام يطرح مشكلة الجنس الذي ينتمي إليه بسبب غياب العقد السيرة ذاتي منه، وتمنع طه حسين نفسه عن ضبطه على نحو صريح، اتفق الدارسون يقلبون النظر في النص متسائلين عن هذا الجانب تحديدا، باحثين فيه عن إجابات تنطلق من النص في مقاربة محايفة لا تعول كثيرا عن على الخارج النصي، رغم أن المعيار الأساسي هو ما يسمى عتبة النص التي تحلل الغلاف، خصوصا منها الاسم العلم والتحديد الأجناسي. وقد كان هذا السؤال الفني الذي طرحه طه حسين في نصه مدعاة إلى الإصرار على مكافحة النظرية، نظرية لوجون، بالكتاب والعكس بالعكس. فالأدب أيضا بل بالخصوص يتحدث فنيا بما يثيره من أسئلة جمالية وبخروجه عن السنن المسطورة. والمهم في هذه الدراسات أنها أبانت عن وعي منهجي بعدد من القضايا من قبيل الكيفيات التي يلتقي بها النص بالتاريخ، وعلاقة السيرة الذاتية ذات الطابع المرجعي بالرواية جنسا أساسه التخيل، وكذلك الحدود بين الأجناس ومدى الوثوق في النظر في النماذج النظرية أو نحو الأجناس إنجاز التعبير في صلته بالمنجز من الأعمال الأدبية. إذا انطلاقا من هذا الوعي النظري، وجدنا القاضي في مقال له بعنوان الظاهر والباطن في كتاب الأيام بحث في التبئير سنة 89 و900 وألف، ولكن نشير فيما بعد بعد 3 أو 4 سنوات، يطرح قضية مدى إيفاء الأيام بالشرط الذي وضعه لوجون في شأن التطابق بين الراوي والمؤلف والشخصية الرئيسية، وهي مسألة جوهرية في أي مقاربة نصية لكتاب الأيام. وقد أضاف أسلوب طه حسين الذي اعتمد ضمير الغائب في السرد أضاف إلى الحيرة الأجناسية وجوها أخرى من الحيرة. ولئن ركز مقال القاضي على هذا ولئن ركز مقال القاضي هذا على هذا الجانب
فلأنه من المقالات التي كشفت عما يمكن للوضوح النظري أن يصيبه من أسئلة ومناهج ونتائج في مقاربة الأدب وقضاياه عموما، ولأنه كذلك يبين أن مسألة المناهج في مقاربة السيرة الذاتية ليست أمرا ثانويا، فعلى قدر العمق النظري يمكن توليد القضايا الفكرية والفنية في هذا المجال. وأعتقد أن قضايا دراسة السيرة الذاتية منذ الكتابات الأولى التي ذكرنا أبرزها هي ضعف التحديد أو ضعف التحديد المفهومي وقلة تنويع المنطلقات النظرية والنماذج المعتمدة في التحليل. واليوم حين أعود إلى كتاب سيرة الغائب سيرة الآتي بعد أكثر من ربع قرن أجدني وأنا أطالعه كالغريب عنه أتبين أمرين على الأقل. أحدهما التأثير الواضح للمدرسة النقدية الفرنسية التي اعتمدت في تدريس الأدب بقسم العربية من كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة وفي الجامعات التونسية عامة. وفي هذا تأكيد على أهمية التأسيس النظري لبحث الأدب وتدريسه. الأمر الثاني ما لاحظته من تنويع للنظريات والنماذج المتوسل بها إلى النص، من ذلك أن الاتجاه الشكلاني في التركيب الباحث في التركيب ومبادئه ووصف بنى النص كان مفيدا جدا في تحديد كيف صنع طاحسين سيرته الذاتية ونسق أجزاءها تتابعا وتوازيا وتقابلا، فصاغ بذلك تماسكه النصي. وربما كانت الإضافة اللافتة في هذا الجانب هي التأويل الدلالي للبنية، تأويلا اعتمد الإيديولوجيا الكامنة وراء الشكل استنادا إلى دلالات كبرى هي دلالة الذكرى الأولى ذكرى السياج في كتاب الأيام، وخصائص العالم السردي الذي ابتناه طه حسين وما اعتمل فيه من صراع قوامه الاتصال والانفصال والمنع والإصرار على التجاوز. وقد كانت الافتراضات الشعرية بمعنى إنشائية بويتيقية في دراسة لعبة الأزمنة مخصبة في بيان صور الترابط بين زمن الخبر وزمن الخطاب السردي، تعاقبا ولواحق وسوابق وأزمنة مؤلفة وغير هذا مما يكشفه ترسم العلاقات بين الخبر والخطاب. فمما يسر لنا الاعتماد على تقنيات الخطاب السردي في معالجة مشكلة الزمن ما قام عليه الكتاب من توتر زمني اتصالا وانفصالا وتشتتا وانتظاما بسبب تشغيل مبدأ الانتقاء والاعتماد على التحولات الدالة في مسيرة الشخصية الرئيسية في كتاب الأيام. ويسرت لنا النظرية التلفظية في مقاربة الضمائر على مقتضى تحليل بامبينيست فهما نعتقد أنه مفيد لمسألة كتابة السيرة الذاتية بضمير الغائب ووظائفه النصية والفنية والجمالية والإيديولوجية، نقصد بالخصوص مسألة الهوية. فوراء لعبة الضمائر هذه نجد الشبكة المعقدة للراوي وهو يتقلب داخل الحكاية في الفصل العشرين الأخير وخارجها في بقية الفصول، كشفاً عن مستويات مختلفة من السرد وعن هوية مزدوجة بين الراوي والبطل ووظائف متنوعة سردا وتفهيما وتعليقا يتضمن المواقف الإيديولوجية مواقف طه حسين. فلعبة الأيام الأساسية التي نتجت عن استخدام ضمير الغائب تكمن أساسا في خاصيتين هما التمييز بين الصبي والكاهن من جهة والراوي من جهة أخرى، تمييز في الرؤية أولا وفي الصوت السردي ثانيا، تنافرا حتى القطيع وتقاربا
حتى التطابق علاوة على التفاصيل كثيرة ليس لنا الوقت من إثارتها. وفي سياق بيان أهمية تنويع المداخل في دراسة السيرة الذاتية، لنا أن نذكر بأننا ما كنا لنتوصل إلى ما اعتبرناه المشروع السيرة الذاتي لطه حسين، ونعتقد أنه المقصد الأسمى في الأيام من خلال النص الذاتي وتحليل استراتيجياته، ما كنا لنتوصل إلى ذلك لو لم نعتمد مفاهيم مستقاة من نظرية الأعمال اللغوية، خصوصا مفهوم التأثير بالقول، ومفاهيم أخرى من الدراسات حول الحجاج وتداولية السخرية لتحديد البنية الحجاجية الإقناعية في النص من خلال سير التعبير فيه، علاوة على بعض الدراسات التي تحققت داخل نظرية التلقي الفروق بين القارئ الضمني والقارئ الصريح وما بينهما من مسافة أو مسافات. ليس قصدنا مما سبق أن نستعيد تحليلنا لأيام طه حسين، وإنما أحببنا أن نبرز أن الممارسة النقدية تحتاج إلى ضرب من التهجين النظري دون تلفيق أو تعسف، فعلى قدر ما يمكن الاشتغال داخل إطار نظري واحد كالنموذج الشعرية أو السرديات التلفظية أو الحجاج، بقدر ما يمكن من التوصل إلى نتائج أدق مهما تكون هذه النتائج جزئية، فإن تنويع المقاربات والمنطلقات النظرية أخصب في ظننا متى أصغينا إلى النص في تفاعل أسئلته الجمالية ومستوياته التركيبية والدلالية والتداولية. لقد عاش النقد العربي الساعي إلى حد من العلمية أو العلمنة يخرج بنا من الانطباعية، عاش على خوف شديد وحذر كبير من المزج بين النظريات المختلفة لما يؤدي إليه ذلك المزج من تلفيق أو رطانة أو نتائج متضاربة أو غير ذلك من المشاكل التي تلمس لمساً في الكثير من الأعمال النقدية. ورغم اعترافي بهذه الصعوبات ومخاطر المزج بين النماذج والنظريات، فإن الأمر عندي عائد إلى ما هو أبسط وأهم. أولهما مرجعية النص نفسه باعتباره كوكبة من العلامات وشبكة معقدة من المسائل الجمالية والدلالية والمستويات المتراتبة، فتعقد النص نفسه يسمح لنا إما بالاكتفاء بمظهر منه فحسب، وإما بالتلطف في بيان مستويات متعددة منها وتضافرها وتشابكها. والأمر الثاني أن للنظرية استقلالها باعتبارها بناء علميا يصنع موضوعه على الافتراض ويصوغ قواعده ضمن منوال منطقي محدد. فنحن نغفل أحيانا عن أن النظرية لا تولد تجريبيا بقدر ما هي نتائج نمط في تصور الوقائع والتكون بها. لذلك كانت علوم النص متعددة بتعدد المسلمات وطرق البناء المعرفي، ولكن الانتقال من النظرية إلى جهازها المفهومي إلى الوقائع النصية الأدبية أمر مختلف عن التناول الحدسي القائم على التجربة والخبرة بالنصوص وعن الصياغات النظرية. إنه كالفرق بين النظام النحوي الذي يطلب منه تفسير الأشكال الأعربية والأسلوب الذي لا يكتفي بقواعد النحو ومدى مطابقتها، وإنما يستدعي مستوى آخر في التناول يتجاوز صحة الأعرابي. وبين هذين الحالتين، أي النظرية في استقلالها والنص في تعقده، يوجد مجال للاختبار
والتحليل بتنويع المقاربات، خريطة الحرص على التناسق والتماسك. فالناقد ينسى في غمرة تشكيك النصوص والإصغاء إليها أن المهم في تحليله علاوة على وضوح النظر وخصوبة المفاهيم التي يتوسل بها وجودة النتائج التي يتوصل إليها، ينسى هذا الناقد أن المهم هو تماسك خطابه النقدي أولا وقبل كل شيء. وحين نسترجع الكتابات عن السيرة الذاتية بعد الآفاق الجديدة التي فتحتها المقاربة الشعرية المستلهمة من فيليب لوجول، نجد جملة من المشاكل نحتاج إلى تأملها. هذا دون أن ننسى الأثر الكبير لترجمة المرحوم عبد الله سولة ومحمد القاضي لكتاب جورج ماي حول السيرة الذاتية، وهي الترجمة يحيل عليها جل النقاد الذين اشتغلوا بالسيرة الذاتية. فإذا أردنا أن نجمع المسائل التي أصبحت تطرح في أي معالجة للسيرة الذاتية في النقد العربي، وجدنا أن حصرها أمر هين. من ذلك المفاهيم المستقاة من لوجون وبدرجة ثانية من جورج مي من قبيل العقد السيرادي وتطابق عوامل السر والحكاية الاستعادية والعلاقة بين التوثيق التاريخي والدخيل الجمالي والصلة بين الرواية والأجناس القريبة منها واشتغال الذاكرة. وليس يعصر على الناظر أن يرى الوقوع في نوع من التكرار والنمطية حتى بالنسبة إلى الدراسات الجادة، مأداه اعتبار الوقوف على هذه المسائل المبدئية مغنيا عن تحليل النصوص وبناها وقضاياها الخصوصية بحثا فيما به تتفرد وتتميز. والمعضلة هنا ترتبط بتقديرنا بكيفية تجاوز الانبهار بالنظريات الجديدة المغرية للدخول إلى النصوص بثقافة نقدية وخبرة أدبية تقصد الخصوصية ولا تكتفي بالمشترك. فالدراسات الشعرية والسرديات إنما هي أبنية نظرية مستقلة كما أشرنا، ولكن التجارب الأدبية الإبداعية لا تحتاج إلى مجرد التنميط الأجناسي على أهميته، بل تقتضي التفاعل مع أدق خصائصه وألطف دلالاته ومميزات العالم الذي يبنيه صاحب السيرة الذاتية. لذلك لم يعد الاكتفاء بما أنجزه لوجون في مرحلته البنيوية الشعرية كافياً، ويستدعي ذلك تنويع المقاربات لأسباب نظرية ترتبط بالتطور داخل النظريات الأدبية والمناويل السردية، وأخرى ترتبط بتنوع النصوص في حد ذاتها، وأسباب ثالثة سنذكرها بعدها. بين أن السؤال المقابل الذي يطرح هنا، ما الذي أنجزته السيرة الذاتية العربية من خصائص في بنائها ودلالاتها يستدعي مثل هذا الجهد النقدي؟ وهل طرحت أسئلة جمالية جديدة على النقد ليراجع تصوراته ومفاهيمه فيطورها؟ فمن السهل الحديث عن نظرية سواء كانت مكتملة أم منقوصة، ولكن هل نجد في التحققات العينية أي في السير الذاتية نفسها ما يرد الناقد إلى نفسه متسائلا محتارا، وما يحفزه على تجديد أدواته؟ أشير هنا إلى مسألة أدبية وثقافية أعتقد أنها أساسية. فقد عرفت الرواية العربية طفرة كمية ونوعية أيضا، وهي تشهد اليوم توسعا في قاعدة القراء يدرك بالمعايشة وإن كان يحتاج إلى تدبر. وقد صاحب هذه الطفرة وهذا الإقبال تطور في موضوعات الرواية العربية ونماذجها الجيدة،
وتنوع في تقنيات كتابتها وأسئلتها الجمالية والفكرية. فرواية اليوم هي سوسيولوجيا المجتمعات العربية التي تعرض نتائجها على الجمهور العربي الواسع، وهي المعبرة أكثر من غيرها عن الحالات المختلفة التي يعيشها الإنسان العربي، وعن حيرته وتمزقاته وطموحاته وتردداته ونزعاته الجديدة المتمردة الرافضة الحالمة. فالرواية كما هو معلوم جنس أكول للخطابات المختلفة، متعدد الأصوات ووجهات النظر. بالضرورة يقدم معرفة بالإنسان والعالم. من هنا تكتسب الرواية في تقديرنا أهميتها أدبيا وجماليا وثقافيا واجتماعيا. ولكن كم عدد السير الذاتية ضمن هذه المدونة الواسعة؟ ولما يرغب الروائيون عن كتابة سيرهم الذاتية؟ أم هل نسلم بأن الروائي العربي يدرج سيرته أو أجزاء منها في أعماله الروائية؟ لابد هنا أن نشير إلى مفارقة كبرى فيما نحن بصدده. في السيرة الذاتية النموذجية، ونقصد بها السيرة التي يصرح صاحبها بأنه يستعيد قصة حياته الحقيقية فيروي تاريخه الفردي وتشكل شخصيته ويطلب أن تؤخذ على أنها كذلك، هذا النوع من السيرة الذاتية لا يقوم فنيا إلا بما ليس توثيقيا مرجعيا فيها. أي أن إذا قام على التخيل الفني والحبكة الروائية، وهو أمر بديهي بما أن السيرة الذاتية لا تشد قارئها مهما كانت نزعة الفضول والتلصص لدى القارئ بمضمون البوح وإفشاء الأسرار فقط، بل تتطلب مهارة في صياغة المشروع السير ذاتي للمؤلف وبناء العالم المستعاد في صياغة محكمة. ولكن الرواية بالمقابل، ونقصد بها ما يقدمه الروائي على أنه تخيل محض، كثيرا ما يدفع القارئ إلى التقريب بينها وبين مؤلفها، خصوصا إذا كانت ذات منحى واقعي، فيعود إلى الإشارات المرجعية في الرواية باحثا عن ملامح حياة المؤلف. قد عشت شخصيا أوضاعا مثل هذه، كان القراء فيها يتساءلون أليس الطلياني هو أنت؟ فثمة إذن في وعي القراء العقلي ما يربط بين التخيلي والمرجعي، وعلينا أن نأخذ هذا الأمر مأخذ الجد بعيدا عن تحلق النقاد وصرامتهم المزعومة. فنحن في مجال تحاور الذوات الكاتبة والقارئة، ولسنا في إطار منطقي يقوم على المطابقة. وإذا سلمنا بدور الرواية في تغيير الذهنيات بما تقدمه من معرفة أدبية عن الإنسان والعالم، وما تبدله لدى القارئ من إحساسات ونظرة متعددة إلى الكون، فإنها تحقق كذلك وبالخصوص درجة عالية من المشاركة الوجدانية والمعرفية والجمالية. واعتقادنا أن السيرة الذاتية من وجهة نظر القارئ أكثر الأشكال الروائية قدرة على شده وتشريكه في لعبة الحوار بين الذوات، وذلك بسبب ما تقدمه من قصص بين ظفرين قصص النجاح ومن نماذج إنسانية يرى فيها القارئ بعض ملامحه تشابها أو اختلافا. من ذلك أن ذكر المخازي والعيوب والنقائص التي قد يبوح بها المؤلف في سياق البوح بأسراره، مثل ما فعل محمد شكري، يستحيل مرآة يرى فيها القارئ ذروبه أو بعضها فيتطهر منها مرددا في نفسه: لست وحدي مذنبا، فقد فاتني أنا أيضا أن أكون ملاكا.
هذا بقطع النظر عن الأحكام الأخلاقية التي ينطق بها الألم على الثقافي الاجتماعي على الأرجح، ويترجمها الرقيب بالمنع والإقصاء. وبذلك أيضا المظهر البطولي في السيرة الذاتية التي تقدم قصص نجاح، رغم أننا في عصر لا بطولة فيه، لأن الإنسان نفسه صار دون صفات مميزة له. وهنا نطرح مسألتين. المسألة الأولى أن العلاقة بين الرواية والسيرة الذاتية تتميز بما نسميه مفارقة القارئ، ونقصد بها بحثه عن التاريخ الواقعي في الرواية وانشداده إلى التخيل الفني في السيرة الذاتية. وتجد هذه المفارقة حلها في شيء مما قاله طه حسين نفسه عن أيام، يقول: الأدب كله سيرة ذاتية، حتى حين يؤرخ الأدب بأحداث مضت. وأضاف: من ذا الذي قال إن الرواية أعلى مرتبة من السيرة الذاتية في موازين الأدب؟ لسنا نريد العودة إلى مسألة مدروسة معروفة كان قد ذكرها لوجان وتعمقها جورج ميل في الفصل الخامس من كتابه السيرة الذاتية، ولكن أحببنا أن نشير إلى انشداد السيرة الذاتية رغم كل المميزات التي أجهد النقاد أنفسهم في تبيانها، انشداد السيرة الذاتية إلى الرواية. والفرق فرق أستلهمه من الروائي الكبير فارغاس يوسا في رسائله إلى كاتب شاب، يقول أو يعتبر أن الرواية، وهنا موطن الاستعارة عنده، هي عملية معاكسة للتعري ستريبتيز، تقتضي من صاحبها أن يجهد نفسه لإخفاء الجانب الشخصي. وإذا سلمنا بهذه الاستعارة تكون السيرة الذاتية نوعا من ستريبتيز يعرفه المؤلف على قارئه لأمر ما. أما المسألة الثانية فيستدعيها حال واقع حال السيرة الذاتية العربية. فإذا استثنينا الخبز الحافي لمحمد شكري وسيرة عبد القادر الجنابي، تربية عبد القادر الجنابي، فإن جانب البوح والتعري في هذه السيرة محدود جدا، حتى لا نتحدث عن الغياب. ورغم مشكلة التجنيس في سيرة محمد شكري التي وصفها بالسيرة الذاتية الوهية، وهي أمر آخر غير السيرة الذاتية بحسب المعنى، فإن رد فعل الرقابة العربية على هذا النص ونشر بغير العربية في البداية مترجما ينم عن جزء أصلي من المشكلة. فليست مؤسسة الرقابة باعتبارها جزءا من الجهاز الأدبي في معناها الاجتماعي إلا تعبيرا مكثفا عن منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة، وتعبيرا عن سياسة الجسد وتمثلات المجتمع لاستخداماته وحدوده وضوابطه. وهنا نصل إلى ما نصطلح عليه على سبيل الاستفزاز المقصود بلعنة كتاب الأيام، نقصد أيام طه حسين. فالسيرة الذاتية العربية تعاني من هذه اللعنة. كتاب الأيام هو سيرة ذاتية تأسيسية بقوتها وفتنتها وبراعة صاحبها، لكنها بسبب كل هذا قد حددت الجزء الأكبر من أنموذج الكتابة السيرة الذاتية العربية، فقد غاب منها الحميمي الفردي الكاشف عن المعايب والمحظور وما يعصر البوح به. فأقصى ما نجده في الأيام، بل في جزئه الثاني، حديث عن أبو طرطور، ما يسميه أبو طرطور. أما النص كله فقد قام على نحت أنموذج لبطل إيجابي يعبر عن عقيدة طه حسين، وعقيدة طه حسين التي سعى إلى إقناع القارئ بها هي مفهوم الإنسان المنتظر
الذي يملأ الأرض علما وعملا وإرادة. فيكون الأيام بذلك كما قال صديقنا المرحوم عبد الله الصولة، كتاب حلم أو بالأحرى كتاب دفع إلى الحلم، من خلال تقديم مثال حي عن صبي مكفوف نحت كيانه وغالب استيعابا مقاوما مصرا بقوة عقلي على المعرفة المغيرة للواقع الفردي والجماعي. وهذه السيرة حين نتأملها في عمقها أقرب إلى قصة عقل ونفس منها إلى ما ينتظر من السير الذاتية المعهودة. لذلك كانت السيرة الذاتية الفكرية الإطار الأرحب الذي تتنزل فيه السيرة الذاتية العربية أو جل ما كتب فيها، بما في ذلك ربما سيرة طه حسين في الآية. تستند هذه السيرة الفكرية على محللنا في كتاب أحفاد سراج النار إلى أسطورة بروميثيوس ونظيره المعاصر فاوست. فهذه السيرة تبني هويات سردية لا تخلو من نمطية رغم تنوع المسارات الفردية والاختلافات بينها. هذه السيرة عمادها التمرد على المنظومة الاجتماعية والفكرية القائمة والتشكيك فيها، عمادها التمرد والتشكيك فيها والتبرم منها. ويكون هذا التمرد منطلقا لصاحب السيرة الفكرية للبحث عن معنى وجوده اعتمادا على المعرفة والثقافة والعقل. ويختزل ويختزل مسار التحولات السردية في الفكر، فتصبح الحياة كلها هامشية، وينفصل الراوي المؤلف الراوي الشخصية عن عالم الناس بعد الانفصال، ويجنح في سماء الفكر والمثل والمعاني الكبرى دون أن ينغمس فيها كليا. يظل صاحب السيرة الذاتية الفكرية متأرجحا بين أرض الناس وسماء الفكر، مترددا كما يحب أديبنا محمود المسلي أن يقول بين نزعة الحيوان فيه ونزعته إلى الألوهية. ولكن معنى الوجود الذي يبحث عنه صاحب السيرة الذاتية الفكرية لا ينفصل عن تعطش دائم إلى المعرفة وطموح فياض لبناء رؤية فردية. وتقتضي خطاط السيرة الذاتية الفكرية أن ينتهي صاحبها مظفرا متبصرا بذاته وبمجتمعه وبالعالم، مؤمنا بفكرة التقدم والترقي الإنساني والحرية والعمل. وقد اختبرنا ذلك في مجموعة من السير الفكرية العربية مشرقا ومغربا، فوجدناها متشابهة شبه الماء بالماء لما تعرضنا إليه في كتاب الأيام من إيمان عميق بإنسان عربي حديث منشود، إنسان العقل والمعرفة والعلم والحرية والتقدم، وذلك من خلال تقديم النموذج الفردي للنجاح والترقي بالجهد والكد والطموح. لكن علينا أن ننتبه إلى أمر ديموغرافي تاريخي واجتماعي أساسي هنا. فمن كتبوا سيرهم الذاتية من العرب ودرسنا نصوصهم أعلام مشهورون تجاوزوا 60 حين كتبوا سيرهم باستثناء طه حسين، وهم من فئة الكتاب والأدباء والجامعين الذين لا نتوقع منهم في مقام الكتابة أن يتجاوزوا الأعراف والضوابط الأخلاقية أو أن يصطدموا بالمجتمع ونواميسه. فمعاركهم هي من جنس شواغلهم ذات طابع فكري ثقافي، كمعركة طه حسين مع الأزهر، أو معركة زكي نجيب محمود مع الفكر ما قبل العلم، أو معركة الحبيب الجنحاني مع الاستاذ التونسي، هذا كتب السيرة الفكرية مع الاستبداد على ما يزعم. علاوة على ذلك، كان هؤلاء المؤلفون من أبناء الجامعات الدينية، طه حسين والأزهر، حبيب الجنحاني في الزيتونة،
المتبرمين بالعلم التقليدي الطامحين إلى العلم الحديث أو هم من أبناء المدارس الحديثة وقد انتموا إلى جيل كانت فيه مدرسة مصعدا اجتماعيا حقا يخرج المرأة من براثن الفقر والجهل والتخلف والتقاليد البالية ويحقق له الارتقاء الاجتماعي ويفتح له أبواب المعرفة ويكشف له نسبية ما في الثقافة الاجتماعية من مسائل من معايير ومفاهيم. لذلك فإن النهل من القاع الأسطوري لبروميثيوس يبدو لنا أمرا طبيعيا لا تزيده التربية التقليدية التي نشأوا عليها إلا إخفاء باسم الحياء الاجتماعي والأخلاقي. وإذا صح ما قدمناه فإن ملامح السيرة الذاتية العربية موافقة لخصائص الأجيال التي انتمى إليها قدامها. لعل هذا التقرير على بساطته يحتاج منا إلى فهم مضمرات لفهم مضمرات إلى أن نتخيل أحد المشاهير من غير هؤلاء الأدباء والمفكرين والجميعين يكتب سيرته الذاتية أو يستكتب من يدونها له. فما الذي يمكن لنجم من النجوم في السينما والمسرح والغناء والرياضة مثلا أن يقوله؟ ما الذي سيرويه؟ ما هي الذكريات التي ستنثال عليه في مقام البوح؟ حتى نكون أكثر واقعية في مطلبنا علينا أن نتخيل ما سيكتبه بعد 20 أو 30 سنة كاتب شاب اليوم لا تمثل المدرسة له مصعدا اجتماعيا ولا عاش معاشة الأجيال السابقة من قيود أخلاقية واجتماعية وتصورات للجسد والمرأة والذات في خضم هذه الدورة الرقمية الهائلة. وربما لا نحتاج إلى كثير من الخيال فيكفي أن ننظر فيما يكتب اليوم من روايات أكثر جرأة وأقوى تعبيراً عما يعتمد في الذات البشرية من نزعات وما في المجتمع من معايب ومخازن حتى ندرك حجم التطور المحتمل في السير الذاتية المنتظرة إذا بقي هذا شرط أيضاً هذا الجنس الأدبي مغرياً. أنا نعتقد أن أهمية السيرة الذاتية الثقافية تنبع من كونها محراراً لمدى ترسخ حرية الفرد في المجتمع وقبول المجتمع بالاختلاف والتعدد واستبطان للقيم الحديثة المؤسسة على الكرامة البشرية ومنظومة الحقوق الفردية. فلم تكن نشأة هذا الجنس في تقديرنا وتقدير غيرنا ممكن ثقافيا لولا الانقلاب الخطير في المدينة الحديثة في أوروبا مهما زعم الزاعمون ارتباطها بمفهوم الاعتراف المسيحي. فهذا الانقلاب ارتكز كما زعم جورج مي على العلمانية والفردانية خصوصا مع المنعرج الرومانسي وتفشي ايديولوجية الأنا. فالمسألة إذن معرفية والتاريخية تتصل بما لحق النظرة إلى الإنسان ومنزلته في الوجود من تبدل إذ صار كيانا قائما بذاته له أمال وأحلام وآلام وخيبات ورغبات وهواجس وأمجاد وفضائل ومعايب وصار كائنا قادرا على المغامرة الفردية والخروج عن القبيلة والدور الاجتماعي المسطر له ضمن المنظومة القديمة المنغلقة على نفسها. وقد بيّن جيزدورف بما فيه الكفاية القطيعة التي حصلت في الفكر العربي بما يؤسس للفرد في تفرده ووجوه ضعفه وشذوذه وانحرافه. الواقع أن هذا التصور الغربي الحضاري للفرد هو الذي هيمن على العالم بطرق مختلفة وما زال سيهيمن
أكثر فقرا فأكثر منذ أن أقحمت المجتمعات العربية في مهبأ التحديث طوعا باستلهام النماذج الغربية واقتباسها أو كرها بالاستعمار الذي بنى مؤسسات على النمط الغربي، وسواء قبلت المجتمعات هذا التغيير الملموس في الحياة اليومية بما فيه من إيجابيات وسلبيات أو مانعت وقاومت، فإن هذا التيار هو الذي ساد موضوعيا على نحو لا فكاك منه، ولم تزده العولمة الاقتصادية فالثورة الرقمية إلا تأكيدا وتعميقا. اعتقادنا أن هذا السياق الجديد العولمي والرقمي هو الذي سيحدد مستقبل السيرة الذاتية في أدبنا العربي، وتقديرنا أنه علينا أن نتهيأ لظهور نصوص جريئة مختلقة للمحظورات متوترا كبيرا يعبر عن القوة بين الإيديولوجيا الرسمية القائمة والواقع المعقد الجديد الذي يعيشه الأفراد في اتصالهم السريع بل الآني بما يدور في العالم. من هنا تكون دراسة السيرة الذاتية في ظننا تحتاج إلى أن نخرج بها من تناول الأشكال التي تكتب بها على أهميتها إلى مقاربتها ثقافيا وفلسفيا، فهذه الدراسة ستكون جمالية بما أننا مع نصوص أدبية، ولكنها إلى ذلك ستكون دراسة أخلاقية بمعنى إيتيقية على اعتبار التزام الباحث نفسه كما المبدع بقضايا المواطنة والمجتمع. أعتقد أنني أطلت، هناك أشياء أخرى ولكن أكتفي بهذا القدر، فللأسماع حدود طبعا وحتى لا نقع في الإملال. ما أردت أن أقوله في نهاية الأمر أننا سنخرج أو علينا أن نخرج في دراسة السيرة الذاتية من جانب الأشكال والقضايا الكبرى إلى خصوصيات النصوص وما يوجد فيها من مميزات، وأن ننتقل مما هو أدبي جمالي شعري إلى ما هو ثقافي عام باعتبار السيرة الذاتية من خصائصها أنها كما قلت محراث لمدى حرية الأفراد في المجتمعات. فالمسألة المطروحة اليوم في عالمنا هي مسألة المواطنة التي لا تنبني إلا على استقلالية الفرد وعلى الحرية، ومن هنا نربط بين التاريخ والثقافي والاجتماع، تصبح للأدب فاعلية أكبر مما نقدر. وشكرا على انتباهكم. شكرا لسعادة الدكتور شكري على هذه الجولة التاريخية والمنهجية منذ سارق النار الأول بروميثيوس، وبما تضمنه هذا الطرح من نقد ذاتي ومراجعة علمية بين النظرية والتطبيق في أسئلة الرواية والسيرة الذاتية وإشكالية إسقاط الرواية على سيرة كاتبها بحق أو بباطل. لا شك أنه طرح مثري لنا جميعا ولطلبة الدراسات العليا الحاضرين ولسيما من يدرسون في مجال الرواية والسيرة الذاتية. وقبل أن أفتح المجال للمداخلات أود أن أشير إلى أن هناك كذلك مداخلات ربما من القسم النسائي، فأرجو الدكتورة أمل أن تنسق أسماء المداخلات لنأخذ مداخلا من قاعتنا ومداخلا من القاعة الأخرى. وبالنسبة للإجابات نأمل أن تكون في نهاية جولة المداخلات. نبدأ أولا بالمداخلة الأولى التي طلبت للأستاذ الدكتور معجب العدواني. شكرا جزيلا سعادة الرئيس، شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور شكري المبخوت على هذه المحاضرة القيمة، ولعل من حسنات إطلاله علينا
أن شاركنا هذا الحضور زميلان عزيزان وهما الأستاذ الدكتور إبراهيم البلوي سفير المملكة في اليونسكو. نرحب به ونتمنى له التوفيق في مهمته، والأستاذ الدكتور إبراهيم الهبلك نائب أمين عام جائزة الملك فيصل. نرحب بالإبراهيمين ونرحب بضيفنا الكريم. أيضا أشكر الزملاء على تفاعلهم وحضورهم هذا اللقاء. المحاضرة التي تفضل بها دكتور شكري محاضرة حقيقة ثرية، ولعل من أبرز سماتها أن أشارت إلى إشكالية كتابة السيرة الذاتية في العالم العربي، ما يجعل سؤال دائما لماذا الأيام أصبحت من النصوص المؤسسة إن صح التعبير في كتابة السيرة الذاتية. أعتقد أن حضور طه حسين كاسم أدبي معروف جعل للسيرة أو لتلك السيرة هذا الحضور، وأوقع الكثير من النقاد الذين كتبوا عنها وأنا منهم أيضا في وهج هذه السيرة، ويعني تفاعل النقد عنها. هذا أمر. من الأمر الثاني يتصل بإشكالية الرواية واتصالها بالسيرة الذاتية. نعلم أن الرواية تحركت أو اقتربت كثيرا من خلال الأوتو فيكشن أو التخيل الذاتي، أو حتى بالنسبة للسيرة غيرية ما يسمى بالإكسو فيكشن اللي هو التخيل غير الذاتي، لكن السيرة الذاتية لم تقترب من حقل الرواية. هل يعني هذا أن هذا الاقتراب هو خطوة لالتهام السيرة الذاتية ليصبح من السهل على الأديب أو الكاتب أن يكتب سيرة بلا عوائق أو بلا موانع، بحرية أكثر تمنحها الكتابة؟ لأن الخيار لدينا خيار، إما حرية تمنحها الكتابة لاختيار الرواية، أو كتابة أو كاتب يمنح الحرية لكتابته مع السيرة الذاتية. إما أن تكون هذا في الرواية أو أن يكون ذاك في السيرة. السؤال الأخير وأعتذر عن الإطالة يتصل بقضية المناهج، وهو سؤال استفسار بالفعل. يعني ذكرت في المناهج مناهج الإنشائية ومنهج أيضا مناهج التداولية. ما الأقرب حقيقة إلى تناول السيرة الذاتية؟ هل يكون البعد المرجعي للسيرة مثلا الذاتية والبعد التخيلي للرواية له دور في تحديد المنهج الذي يشتغل عليه الدارس؟ أرجو أن تفيدنا بهذه الأسئلة مع خالص التقدير. شكرا دكتور معجب. دكتور أمل، هل هناك مداخلة من القسم النسائي؟ نعم، ولكن قبل أن نفتح باب المداخلة أيضا بدورنا نحن نرحب بالدكتور إبراهيم البلوي سفير المملكة باليونسكو، ونرحب بالدكتور إبراهيم الهدلك نائب الأمين عام الجائزة، ونرحب بالغائب الحاضر ودائما الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور عبد العزيز السبيل. ولكن قبل فتح باب المداخلة وجدت أن أشير هنا إلى أستاذي الدكتور شكري مبخوت، وأنا أسمعه كأن قلبي له جناحان يطيران فرحا وأنا أسمع هذا التقرير أو هذه الخواطر. وذكرت يا دكتور أن هذه الخواطر التي نقلتها إلينا في مرحلة تاريخية ما توازي الربع قرن، وأشرت أيضا إلى أن كتابك كأنه أصبح بعيدا عنك وبتأثير المدرسة الفرنسية، ولكن يا دكتور وددت أن أسألك سؤالا وهو لم تشر إلى قصور تعريف فيليب لوجو الذي هو أيضا اعترف بقصوره لأنه كان يعتمد على نصوص قليلة العينة، وأيضا على رجال الدين، وأيضا على عينة ابتعدت فيها النصوص النسائية. أيضا فيما عرضت
يعني لفت نظري تساؤلا وهو ما الذي انجزته السيره الذاتيه العربيه حتى يستحق هذا الجهد؟ ولم تذكر اللي هو مغامره التجريب او التحولات التي طرات على السيره الان، وفقط اعتمدت على الجانب التقليدي في العرض السيره الذاتيه، وذكرت اللعنه التي اصابتها السيره العربيه من جراء سيره طه حسين. ولكن الان على العكس تماما، هناك تحولات في السيره الذاتيه العربيه اثبتت جراتها واثبتت مغامرتها وخرجت عن الشروط المنهجيه والمعايير الاجناسيه والتعاريف او الحيره الاجناسيه، لتثبت لنا نصوصا شديده في محاوله المغامرات التي خرجت عن كل الاعراف حتى فيما يخص الاعراف التابوهات التي كانت محرمه. الان ينتقل الميكروفون الى الدكتوره سعاد النعمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن جميعا مثل ما عبرت الدكتورة أمل وعبر قبلها رئيس الجلسة، سعيدون وسعيدات بوجود المبخوت بيننا. ما أريد أن أسأل هنا، أسأل الدكتور شكر المبخوت، ماذا عن السيرة الذاتية عند القدماء من العرب؟ هل يمكن أن تندرج في السيرة؟ هناك معروف أن عددا كتبوا عن السيرة. السؤال الثاني، ما هو، قد يكون للبعض هذا مطلوب منه، لكن أود أن نناقشه كما لو كان أمرا لم نناقش من قبل، ما هو المهم في أن تكشف السيرة الذاتية عن المعايب أو ارتكاب المعايب؟ شكرا. الان ينتقل مكبر الصوت الى سعاده الرئيس، تفضل دكتور. شكرا جزيلا. اود ان اقدم ملاحظتين. اولا، نامل الاختصار لان لدينا قائمه كبيره بمحبي المداخله والمشاركه في هذه الاسئله، ولكي نتيح الفرصه للجميع ارجو الاختصار من المداخلين، واعطي المداخل الآن للأستاذ الدكتور صالح زياد. شكرا جزيلا للزميل والصديق الدكتور عبد الله الفيفي على ادارته الجميله لهذه الندوه. شكرا الحقيقه للاستاذ الدكتور شكري مبخوت لحضوره لقسمنا، القسم الذي يعرف الدكتور شكري مبخوت في مؤلفاته ودراساته الثريه وفي ترجماته وفي ابداعه الروائي الذي سعدنا به منذ قرأنا الطيان. وأنا هنا أهنئ، والحقيقة تهنية هي تهنية لكل منا، بجائزة الملك فيصل العالمية التي حين تمنح قامة في مثل مستوى دكتور شكري المبخوت فإنما تؤكد على صفتها المبدئية. الجائزة، أي جائزة حين تمنح لعبقرية وامتياز وجهد بهذا القدر فإنما تؤكد صفة مبدئية فيها. على المستوى الشخصي، أنا عرفت الدكتور شكري المبخوت في لقاء ثقافي معين، وبالتأكيد أنا علميا أعرفه من فترة طويلة جدا، وتكشف لي في هذا اللقاء الشخصي الحقيقة الذي جمعني وإياه الجانب الأخلاقي عند الدكتور شكري المبخوت. الدكتور شكري المبخوت على قدر عالي من الحلم ونقاء الضمير والمروءة والشهامة
وأنا عرفت ذلك حق المعرفة في لقائنا الذي جمعني وإياه، وكان لقاء يعني سعيدا بالنسبة لي على درجة عالية من السعادة، وأرجو أن يكون الدكتور أيضا كذلك. يعني أنا الحقيقة أريد أن أبث مشاعر احتفاء بالدكتور شكري المنقود أكثر منها مناقشة علمية. كنت أستمع إلى الدكتور وهو يقدم محاضرته، فكان يبهرني الحقيقة هذا الإيقاع الهرموني في إلقائه، انتظام فكري متسلسل ولغة ثرية وتدرج، بحيث يعني أجد كما تجدون رغبة في الاستماع إليه دون أن يتوقف. نحن عادة حين يقف المستمع أمام يعني محاضر يلقي فقد يركز على أفكاره، لكن أن تكون لغته بهذا الثراء وهذه الإيقاعية وهذا الانبناء الذي يجذب إليها، فهذه مسألة يعني مميزة للدكتور شكري. دعوني أختم بنقطة فيما يتعلق بمحاضرة الدكتور شكري المنقود. الدكتور شكري تحدث عن مسألة التحول في المدينة الحديثة الذي أدى إلى انفساح المجال واستدعائه للسيرة. أنا لست مقتنعا بهذه الفكرة بما يكفي. إذا كانت مسألة التحول التاريخي الآن تمنح فرصة أمام انكشاف التابو والتعبير المتحرر من المحظورات الاجتماعية، فإن قراءتنا للجاحظ ولأبي نواس ولامرئ القيس أكثر إحساسا بالفسحة من هذا الجانب عن قراءتنا لطه حسين أو لآخرين. محمد شكري نحطه في دائرة يعني بخصوصه، ولكنها لا تختلف أبدا عن ما نقرأه عند امرئ القيس أو عند أبي نواس أو حتى في كتب الجاحظ، لأن أن يكتب الجاحظ كما تعلمون في رسائله أو في الحيوان أو في البيان والتبيين بهذه الجرأة، فإنما كأنما يعكس نفسه وأخلاقياته، ولا يجد حرجا أبدا من المجتمع. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا يا دكتور صالح. دكتور أمل، هل هناك مداخلة؟ دكتور أمل؟ أيوة يا دكتور، مع سعادة الدكتورة مها، الدكتورة مها الميمان، تتفضل مشكورة. طيب تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل الترحيب بالجميع وتهنئة لأستاذ الدكتور شكري. سؤالي، ذكر الأستاذ الدكتور شكري مسألة اعتماده في جانب من جوانب تناوله للأيام نظرية التلفظ عند بيلز وغيره، وإن لم أكن واهمة فهذه النظرية لا تعتد بغير المتكلم والمخاطب من الطمع، ولا ترى ضمير الغائب معينا واضحا للذات، فكيف حل أستاذنا إشكال طغيان ضمير الغائب في الأيام؟ وشكرا. شكرا. دكتور حسين مناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في تصوري أن خطاب السيرة الذاتية لا يفترق كثيرا عن العنقاء والخلي الوفي والغول، وهو خطاب أسطوري خاصة في الثقافة للداعية العربية، وأن السيرة الذاتية هي خطاب دخل في مجال الرواية بصفة الرواية هي الغول أو الجنس الهجين أو جنس الأجناس الأدبية. وعندما ننظر إلى خطاب الأيام لطه حسين، الحقيقة إذا أردنا أن ننظر إلى السيرة سنجدها عند يوميات نائب في الأرياف لتوفيق الحكيم وصار العقاد وإبراهيم الكاتب لإبراهيم المازني والحي اللاتيني لإسماعيل إدريس. ربما تكون السيرة لدى هؤلاء أوضح، وإن كان
الجزء الأول فقط من الأيام هو الجزء الذي أثار إشكالية، وحتى طه حسين لم يطلق عليه سيرة. أذكر على سبيل المثال يعني عندما كتب جبرة برهين جبرة البئر الأولى وشارع الأميرات، عندما طلب منها أن يكتب بقية السيرة قالت إن سيرتي موجودة في الرواية. حتى يمين حبيبي عندما كان يرفض أن يعترف بأنه هو سعيد أبو النحس المتشائل في رواية المتشائل، قبيل وفاته قال أنا سعيد أبو النحس المتشائل. إذن الرواية هي الحقيقة البعد السير، وأنا أطلقت عليها في كتابي ذاكرة رواية التسعينيات في قراءة الرواية السعودية ذاكرة، يعني بمعنى أن الخطاب خطاب انتقائي، وأن وبإمكان الروائي أن يجعل مسيرة روائية حافلة من خلال العلاقة أو التعارض القوي أو أحيانا التماثل ما بين الذاتي وبين الآخر اللي هو الشخصية في الرواية. شكرا جزيلا. شكرا دكتور حسين. قسم النسائي، هل هناك مداخلة؟ هل هناك مداخلة دكتور أمل؟ دكتور؟ نعم دكتورة بسمة؟ دكتور ما؟ طيب دكتورة بسمة تفضلي. عليكم السلام. أهلا يا شكري. أهلا يا شكري. صوتي واضح؟ واضح واضح. رد علي يا شكري. بس عرفي بالاسم بسمة. أكمل الاسم. تفضلي دكتورة، تفضلي نسمع فيك. يعطيك الصحة. أول شيء شكرا على المحاضرة الجميلة. في كل يعني لحظة من لحظاتها جهزت سؤال، لكن فيما بعد أجد الإجابة عنه. الأمر الأول، الأمر استطرحته هذا بيني وبينك، يعني في خطاب شكري صارت مجموعة من يعني الاصطلاحات والاستعمالات الخاصة به، وأنا التقطت اليوم تحلق النقاط وأعجبتني، والتقطت التهجين النظري وفهمت معناها وأعجبتني، والتقطت لعنة كتاب الأيام، وفي مجال آخر التقطت الثالثة أو الرابعة وأعجبتني جدا وسطرها سطرين، وهي التجاهل الأكاديمي. هذا على هامش الملاحظة. ثانيا الإشارة إلى قضية الاعتراف في الترجمة الذاتية، قضية يعني عميقة جدا، القضية أشار لها تقريبا كثيرون وأشار لها خاصة الوايت رينولدز. والفكرة هو أن السيرة الذاتية العربية خالية من مفهوم الاعتراف، لذلك خطابها يختلف عن السيرة الذاتية الغربية، وأن الأب المؤسس أو النص المؤسس الثاني للسيرة الذاتية الغربية هو كتاب اعترافات القديس أغسطين لكونفيسيون. يعني أنا أعتقد أن هذا رأي في حاجة إلى مراجعة، وإذا ما تحدثنا عن نص مؤسس السيرة الذاتية العربية بقطع النظر عن خطابه يعني في السيرة الذاتية في القديم والحديث، ما هو هذا النص؟ أنا أعتقد أنه ينبغي أن نجد رابطاً، يوجد نسب بين السيرة الذاتية النصوص القديم في الأدب العربي القديم والنصوص الحديثة. الأمر الثاني هو حديثك عن السيرة الذاتية الجديدة في السياق الرقمي أو العالمي. أعتقد أن الطرح يظل في إطار الأدب الرقمي، ولا يمكن اعتبارها سيرة ذاتية، هذه المدونات وهذه الأشياء. الحقيقة أشكر لضيفنا الكريم وضيف بلادنا حضوره إلى هذا القسم العريق، وأبارك له فوزه بجائزة الملك فيصل التي الآن لم يلحق بها الصفة العالمية، وإنما قصرت على جائزة الملك فيصل هذا العام. مداخلتي أوجزها فيما طرحته أستاذنا الكريم من مشكلة في تخلق هذا الجنس، إن كنا نسميه جنسا ما زلت مترددا في ذلك، لأنه أصبح يتعارض مع جناس كثيرة خاصة الرواية منها. لذا سأطرح أسئلة عابرة بوصف هذا الجنس في مقامه الأول، جنسا عابرا لا جنسا مستقرا في منظومة الأجناس الأدبية، وهو عابر كذلك بمسافات تاريخية، فإذا كنا قد تجاوزنا
ما سبق القرن الثاني عشر وما هو موجود في تراثنا مثل كتاب الاعتبار لسان المنقل، وجعلنا نقطة البداية في الأيام لطه حسين، فأجد أن هذا القلق يصحب مثل هذه الكتابة الأدبية، بدءا بمصطلحها ومحاولة الانفكاك عن أدب الاعترافات والتراجم، مرورا بتعالقه مع جنس أدبي كبير قارب وهو جنس الرواية، وانتهاءا إلى المشكلة الذي راهنت عليه مستقبلا وهو مدى قدرة الأدب الوسائطي على محو مثل هذا الجنس الأدبي وحلول أدب وسائطي عوضا عنه. في الحقيقة المحضن الفكر الذي أثرته بدأ بمشكلة طه حسين. بالفعل هناك نزعة تقدمية تحمل طه حسين أن يناول تارة ما بين السرد الذاتي والسرد الوصفي، ولعلي أستحضر هنا مثالا مما طرحه في نزوعه في صباه حين قال، حين وقعت على يده ورقة مهترئة بحد وصفه أو قريبا من وصفه من ألفية بن مالك، فقال هي عندي أعز من 50 مصحفا على أيدي الصبيان، ولست نازل هو إيديولوجيا هنا، وإنما نبين إلى مدى تطلعه في حال صباه الذي عددته محضرا فكريا لميلاد السيرة الذاتية في الوطن العربي، والذي امح مع امحاء مثل هذه الصعاب إلا أن تتشكل صعاب أخرى ربما المحتى إلى الإنسان إن كان يوجد ما يبقي الإنسان إنسانيته في هذا الوقت. أكرر شكري وعذري في ذلك ما أطفاه أستاذ الدكتور صالح زياد، ربما أعاد الميزان بين السيرة الغيرية والسيرة الذاتية، فقد أورد أطرافا من الأحاديث هي في السيرة الغيرية أدخل منها مثل محاضرتنا هذا. شكرا لك. شكرا للدكتور عبد العزيز. الدكتور محمد نور. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للسيد المحاضر الدكتور شكري ولمن يقدم هذه الندوة، ونبارك له بجائزة ملك فيصل العالمية. لدي بعض التساؤلات، منها أنه في الحقيقة أننا إذا أردنا أن نلتمس أو نتلمس السيرة الذاتية في أدبنا العربي فعلينا أن نتلمسها فيما يكتب من أعمال روائية. كيف حالك؟ وما يمارسه بعض أو ما يمارسه الخطاب النقدي العربي الآن اتجاه السيرة الذاتية عندما يتلقى المذكرات اليومية والذكريات والخواطر وحكاية التجارب على أنها سيرة ذاتية، أتوقع أنه يدخل في ورطة نقدية ويتعاكس مع نظرية الأجناس الأدبية. السؤال الثاني هو ما مقدار تحقق كتابة السيرة الذاتية في مجتمعاتنا العربية بمفهومها الفني كما هي في الغرب، كما هي عند في سيرة جان جاك روسو وغيره، ما مدى تحققها في مجتمعنا العربي الذي يقوم على أساس من الستر والتغطية والحياء في حياته اليومية؟ شكرا جزيلا. شكرا. أكرر الرجاء الاختصار لكي لا نثقل على الدكتور، وأيضا يعني هو على وشك المغادرة، وكي أيضا نسمع الإجابات. دكتور حسن الفيفي. أكرر الترحيب بسعادة الدكتور شكري، وشكرا لرئيس الجلسة الدكتور عبد الله. طبعا استفدنا بلا شك مما مر في هذه المحاضرة الثرية، ولذلك سأوجه سؤالا فقط تكرر كثيرا في المحاضرة وأيضا في لقاءات سابقة من هذا الموضوع، وهو لماذا نتوقع أو نأمل للسيرة الذاتية أن تكون أكثر جرأة وبعبارة أخرى أكثر فضائحية؟ لماذا لا ننظر إلى المحافظة على الأطر الأخلاقية والاجتماعية العامة في النص السيري على أنه سمة عربية إيجابية؟ الكاتب العربي هو في الأصل مسلم ويكتب لقارئ مسلم، وحتى لو لم يكن مسلما
فهو يكتب ضمن إطار عربية شرقية محاطة بالدرجة الأولى. الجرأة في السيرة الغربية متأثرة بثقافة الاعتراف، لذا فالمسألة طبعاً ثقافة الاعتراف الكنسية، لذا فالمسألة مجرد نقل الاعتراف من الكاهن إلى القارئ أو إلى القراء. والسيرة العربية لا يوجد لديها مثل هذه الثقافة لا في جاهليتها القديمة ولا في الإسلام، بل لديه ثقافة أن انكشاف الذات على خارجها هي فكرة قبيحة مرذولة، وهي التي تسمى عربيا وإسلاميا بالمجاهرة. ومسألة أن معظم كتاب السيرة هم فوق الستين وأكاديميون ومتخرجون من مدارس محافظة هي مسألة فيها نظر. علي حال أكتفي بهذا التعليق، وشكرا جزيلا للمحاضر الكريم ولل. شكرا جزيلا دكتور حسن. لدينا ثلاث مداخلات أرجو أن تكون سريعة. دكتور صالح الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة ومرحبا بك دكتور وتهانينا القلبية. ويعني أود بداية أن أنبه أنه غدا تبدأ ملتقيات النقد الأدبي التي ينظمها النادي الأدبي بالرياض، ومحورها عن السيرة الذاتية، عن تلقي السيرة الذاتية. وأعتقد أنه وقد تحدثت عن ضرورة أن يكون هناك إطار نظري للسيرة الذاتية، أعتقد أن هذه فرصة مواتية، لأن العملية عملية مزدوجة، يعني عملية نقدية مزدوجة، وبالتالي أعتقد أنها يعني ستساهم في يعني خلق نوع من الاستقرار بالنسبة لهذا الجنس الأدبي، إذا صح أن نسميه يعني جنس المعروف. والحقيقة أن الغياب لضابط نقدي للسيرة الذاتية هي، أنا أعتقد أنها هي المشكلة الكبرى بالنسبة له. والدليل على ذلك أن الكل يعني يتصور أنه يكتب يستطيع كتابة سيرة ذاتية، بينما يسأل كثيرا حينما يعني يريد أن يكتب رواية على سبيل المثال، خاصة الآن مع ممكن حتى أعتقد فيليب لوجون دعا إلى يعني مثلا توسيع دائرة السيرة الذاتية لكي لا تكون فقط كتابية، وإنما حتى على مستوى الحوارات الصوتية والمرئية وكذا تدخل. إذن هناك أشكال للسيرة الذاتية تحتاج إلى خطاب يعني نقدي يمكنه أن يستوعب كل هذه الأشكال. الموضوع السيرة الذاتية وعلاقتها بالرواية، نعتقد أنه يعني هذا الربط هو نوع من أو دليل على عدم قدرة السيرة الذاتية على التعامل مع أهم مرتكز من مرتكزاتها وهو الواقع. لماذا؟ لأن المسألة خاصة في السيرة الذاتية العربية هي محاولة لتخطي هذا الواقع، انتهاك حتى وليس مجرد نسيان وكذا، انتهاك لهذا الواقع بالتزييف والتبديل والتغيير. وبالتالي فإن السيرة الذاتية الروائية تحقق يعني هذا النوع من الاحتيال على الواقع وحتى على الأخلاق. سؤالي لك دكتور، يعني هل اطلعت على تجارب نسائية فيما يخص السيرة الذاتية وكيف تقرأها؟ شكرا. بقي لدينا تقريبا ثلاث دقائق، فأرجو الالتزام بدقيقة لكل مداخل. دكتور الأستاذ علي الخويلدي. لا أدري كيف أتمكن من تجاوزها. إشكالاتي هي تطرح هكذا، هل سيرة الذاتية تعد أدبا؟ لماذا أطرحها هكذا؟ لأنه الأدب باعتباره أدبا يتصل بأنه لأقل إنشائي، بمعنى أنه غير خبري. الخبرية قوامها مطابقة الكلام المقتضى الحال أو الواقع. الأدب يسعى باعتباره أدبا لأن لا يحاكم على أنه يطابق الواقع. لهذا السيرة الذاتية ينظر فيها على مطابقتها لواقع المتكلم الكاتب السيرة الذاتية. ولهذا هل استفساري في هذه الإشكالية التناقض بين السيرة الذاتية والأدب اعتباره أدبا، كيف تمكن هل سلم النقاد السيرة الذاتية من الوقوع في هذه الإشكالية السيرة الذاتية العربية؟ هذا هو استفساري. شكرا استاذ علي. الاستاذ الدكتور محمد خالد القاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. 60 سنه او 60 سنه من ظهورها في الغرب، لاننا لا نمتلك في العربيه تنظيرا للسيره الذاتيه. اذا كنا نمتلك سيره ذاتيه فاننا لا نمتلك تنظيرا لهذه السيره. فبين يدي الان كتاب صدر في طبعته الثانية في 2011، وهو كتاب السيرة الذاتية ونظرية ما بعد الاستعمار. إذا قرأت في هذا الكتاب
تجد أن كل ما نقوله اليوم هو على الهامش وربما ليس على الهامش أيضا. فأرجو أن يضيء الطريق لنا الأستاذ الدكتور شكري عن قضية هذا التأخير في معالجة أمورنا وكيف السبيل إلى تجاوزه. وشكرا. شكرا أخيرا الأستاذ إبراهيم ثابت. السلام عليكم ورحمة الله. نجد أن الدكتور شكري مبخوت قد اعتمد على الإجراء التكاملي في مقاربة السيرة ذاتية الأيام. فنجد التأثير الإجرائي يجمع بين الجانب الدنيوي والتداولي، أيضا كذلك لعبة الأزمنة والتلفظ ونظرية الأفعال والحجاج وغيرها. هذا التهجين أو هذا الإجراء التكاملي يجعلنا نسأل، هل هذا الإجراء هو الذي فرض المغاربة هذه، أم أن النص هو الذي فرض هذا الإجراء؟ وهل هذه دعوة من شكري المبخوت لمغاربة النص السري لهذا الإجراء؟ وما مدى جدوى هذا الإجراء في هذه الدراسة؟ شكرا. شكرا للجميع، ونعود الآن إلى سعادة المحاضر ولعله يجمل الإجابات في القضايا دون أن أجيب على كل سؤال. بعض المسائل التي أود أن أشير إليها أعتقد أنها تكررت بشكل أو بآخر، من أبرزها مسألة السيرة الذاتية القديمة والسيرة الذاتية في الأدب القديم، ويربط بها ما ذكره الأخ صالح دكتور صالح حول مسألة الكتابة التي ليس فيها تابوات. أنا في تقديري منهجيا ولأسباب عديدة أفضل التمييز بين السيرة الذاتية في معناها اليوم وجاءت إلى الأدب العربي بتأثير أيضا من الثقافة العربية مثل جنس الرواية في حد ذاتها، ونماذج السيرة الذاتية القديمة. هناك دراسات عديدة صالح كتب أيضا، هناك توثيق جيد ومهم في هذا اليوم، لكن لابد من فصل بينهم، لأن أي ربط بين السيرة الذاتية القديمة والسيرة الذاتية الحديثة والمعاصرة إنما يدخل البلبلة أكثر مما يحل من مشاكل. وهذه حسمها أيضا دراسات الأنجلوساكسونية، حسمت المسألة بحكم اختلاف المنطلقات المعرفية والمنطلقات الثقافية والمنطلقات أيضا الإبستيمولوجية. هذا الأمر يناقش وتقدير اختياري الشخصي أن أفصل بين الأمرين، ولكن هذا يجرنا إلى جانب آخر يتصل بفكرة البوح، وقد تكررت. هل من الضروري أن يكون في السيرة الذاتية بوح؟ ولماذا؟ وما هي حدوده إلى آخره؟ هنا علمنا إذا سلمنا بالفصل الأول بين ضربين السيرة القديمة والحديثة أن نميز أيضا أن بين الثقافة العربية الكلاسيكية وانكسار هذه الثقافة بفعل الحداثة الفكرية والمنهجية والثقافية. في القديم كان الجاحظ له هذه الحرية في الحديث عن الجسد، لأن الجنس ليس من الأشياء المحرمة في الثقافة العربية الإسلامية، موجودة في المسيحية تحريم، لا تحريم للجنس في الثقافة العربية. الجسد ليس محرم، في كتب الفقه نجد تدقيقات وتفصيلات. اليوم نحن نعيش مشكلة مع الجسد والجنس وليس القدم، وهذه أمارة من أمارات الانكسار الثقافي. خذ أنت أخي الكريم نص من الجحد وقرأه أمام طلبتي، لن تستطيع. هذا التوتر هو عندي معيار من المعايير. ألا وقد ختمت الحديث عن أنه ينبغي أن ننظر في تعرف الثقافة، ثم لم يكن المجتمعات العربية القديمة في ثقافتنا العربية الإسلامية تؤمن بحرية الفرد بالمعنى اليوم
معنى حرية الفرد اليوم. ولكن ما نعيشه الأفق الذي نذهب إليه في حداثتنا معطوبة مأزومة منقوصة سمها ما شئت، ولكنها أفق للإنسانية الحديثة، هو تأكيد الحرية الفردية. لذلك حين نقول قضية ليست أن يتحدث كاتب السيرة الذاتية عن الجنس، ليس هذا هو المطلوب. المطلوب أن نخرج من الفكرة المثالية التي تجعلنا جميعا في تربيتنا وتصوراتنا تجعلنا نرمي إلى أن نتطابق مع منظومة الفضائل، وأن نخفي، ذكر أحدهم الستر والإخفاء، وأن نخفي المخازن. السيرة الذاتية عن الرسول انبنت، لذلك يعتبرونها مرة، انبنت على عكس هذا، أي أن الإنسان ليس ملاكا وليس شيطانا. إذا أن تتحدث عن الواقع، لا أخذ الجانب منك فقط، أن تختار أن تكتب السيرة الذاتية، أي أن تكتب تاريخا شخصيا فرديا، فينبغي أن يقدم هذا التاريخ بشكل معناها كما تسعى الرواية أن تحيط بالواقع في تعقده. لذلك ذكرت جملة محمد شكري. محمد شكري تعتبر من حين ننظر إليها السيرة الذاتية عادية، تخلف الرقيب العربي وتخلف الكتابة العربية في تعاملها مع الجسد هي التي جعلت سيرة محمد شكري شيئا آخر. ولكن الأقوى ما في سيرة محمد شكري ليس الجانب الهامشي أو الجنس أو الجنس. لا ليس هذا أقوى ما فيها، هي حبكتها التي بناها على آخر جملة في النص: لقد فاتني أن أكون ملاكا. هذا معناها قوة محمد شكري وشهرته، ليس لأنه تحدث عن المغرب في الأيام، لا عادي، موضوع من الموضوعات. من هنا فأنا متمسك بفكرة أن قيمة السيرة الذاتية لا تكمن في ذاتها باعتبارها نصا، لأنه يمكن أن نجد أشياء كثيرة في الروايات وأكثر من السيرة الذاتية، ولكن هل بإمكان المواطن العربي أن يقول أناه بتناقضاتها؟ هذا السؤال الكبير، وليس سؤال الجنس أو غير ذلك. الأمر الآخر الذي تكرر، فما مسائل فنية لا أتوقف عندها، تكررت مسألة الأجناس منذ البداية مع الأخت الدكتورة أمل، مسألة الأجناس والكتابة خارج الأجناس والتخيل الذاتي. شوف، أنا لي رأي في هذا قد أبدو محافظا. التخيل الذاتي هذا نوع من الكتابة وجد أكاديميا وليس شيئا حقيقيا، أوجده دوبروفسكي ردا على فيليب لوجان، ولكنه كان رد إبداعي، بمعنى كتب رواية ليؤكد أن هذه الخانة ليست شجرة. نحن في تونس نقول هذا لعب ولد صغار، معنى لعب أطفال. لا يمكن أن يصبح الآن، أصبح عادة في العالم العربي، وصل متأخرا هذا المفهوم، وأخيرا نجد كتابات منذ أواسط التسعينات التخيل الذاتي والتخيل الذاتي والتخيل الذاتي. لك شو التخيل الذاتي؟ حين نتقب هي النص الروائي، لو صلة بمنظومة أجناس يمكن أن ندرج فيها هذا التخيل الذاتي، وهذا في القسم الذي لم أتحدث عنه. أنا مستقبل السيرة الذاتية مرتبط بتنزيلها في منظومة الأجناس حول الكتابة الذاتية التي هي متنوعة فالمهم ليس السيرة الذاتية، المهم هو هذه القدرة للإنسان العربي في سياقه اليوم على أن يقول ذاته، أن يقول أنا. وقدرة الإنسان العربي مستقبل، إذا أخذنا الدراسات الجادة، الاختلافات، أنه فما مستوى بنيوي في أي نص، هذا والله ليكون ما بعد استعمار لابد أن يتناوله. هل تكفي البنيوية والمناهج الموجودة عندنا أم لا؟ هذا موضوع ثاني، ولكن ما بعد الاستعمار لم يطور المقاربة البنيوية الضرورية في تحديد جماليات النصوص.
بما في ذلك الكتابات التي تنتمي إلى كولومبيا وغيرها. أنا نعرفها ليست أشياء عجيبة، فهمت؟ ولم تبدأ اليوم أيضا، لم تبدأ اليوم. هذا أمر أول. أمر ثاني، هناك الأهم من النظريات، أنت متأكد ونتفق فيها، النظريات أحيانا كالموجات تظهر، موجات الموضة تظهر ثم تختفي، ولكن ما الذي يتبقى منها؟ هذا هو السؤال. البنيوية الإنشائية من الستينات الشعرية مكتسباتها إلى اليوم ما زالت ثابتة، وإن لم تعد هي المسيطرة. إشكالية العلاقة بين النص والمجتمع مرت بتحولات كثيرة من التصور الماركسي إلى تصورات أخرى تنظر الأدب كمؤسسة. الإشكالية السليمة ولها مكتسبات لا يمكن لأي نظرية ستأتي أن تلغيها. دراسات ما بعد الاستعمار فتحت جداول بحث أخرى ضمن رؤية كاملة، سيبقى منها ما سيبقى ولكنها لن تدوم، هي أيضا ستؤول إلى الثورة. لذلك أنا أستغرب أن تقول ألغت كل هذه القضايا دراسة ما بعد، مو صحيح، لأنه قضية تطابق عوامل السرد مثلا يستحيل إلغاءها، رغم أنها لم تعد محددة بالنسبة إليه، ولكن كإشكالية إشكالية مهمة، كإشكالية نقدية. حين أسلوب اشتغال الذاكرة في الدراسات اللي حول هذا أمر مهم، ما ذكرته الأخت بسمة حول المقاربات الفلسفية في ظهور الأنا عند جستور، لا يمكن لدراسات ما بعد الاستعمار إلغاءها. إذن أنا أعتقد من مصلحتنا فما أمران. الأمر الأول هو أن من مهام جامعاتنا العربية هي المتابعة، متابعة النظريات في تطورها، لأنه لا تقدم لجامعاتنا في البحث إلا باستنباط كثير من المفاهيم والمناهج والتصورات في دروسنا وفيما نقدمه. هذا أمر أساسي. دون انبهار، دون انبهار، معناها علينا أن نعرف ما نحبه وما لا نحبه. أيضا النظريات ليست معنا سوبر ماركت نذهب نختار ما نريد، لا، ندرس كل شيء ثم نمح. الأمر الثاني أن نحتاط من فكرة هذه، معنى ما سيأتي يلغي ما سبق، لا، غير صحيح. هناك التفاعل، ويبقى فيما بعد الاختيار الشخصي لكل باحث، لأن ما ذكرته من تهجير نظري ليس تلفيقا، وإنما لا يكون إلا بشبرة، ولا يكون أيضا إلا بكثير من التلطف، وإلا أصبح كل كلام مقبول فيها. أعرف أنني لم أجب بدقة وتركت بعض الأسئلة وكثير من الأسئلة في الحقيقة دون إجابة، لأنها أسئلة جزئية، ولكن هذا ما طلبه مني سيدي رئيس الجلسة، وعلي أن أنضبط. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وهذا لقاء احتفائي، نحن نأمل في الواقع أن تتاح فرصة أخرى لمزيد من الأسئلة والإجابات والمداخلات. وشكرا للجميع، والسلام عليكم.